في بقى طريقه حلوه، بدل ما انا اكتب كلاس كامل وبيعرس من بايندنج والكلام ده كله، ممكن ان انا اقول هنا بايندنج بيلدر، او استخدم حاجه اسمها بايندنج بيلدر. بايندنج بيلدر دي لوحدها كده بتاخد منك ميثود، تمام؟ مبدئيا انت بتحط لي الاكواس، وبتيجي هنا جواها بتديها ميثود، تمام؟ الميثود دي بترجع لي ايه؟ الميثود ديت بترجع لي اي حاجه انت بتنجكت بقى، انت بتنجكت بجيت دوت بوت وجيت دوت ليزي بوت. فهبدا ان انا اقول له ان انا هنجكت بمثلا جيت دوت بوت الديبندنسي، او انا هعتمد على مين؟ هعتمد على هوم كنترولر. اطلع بره كده، تمام كده مفيش مشاكل. عايز اتاكد يعني، عايز اتاكد الكلام ده سليم ولا لا، اعمل هوت ريستارت وافتح الران كده وشوف الابلكيشن بتاعك ايه اللي ممكن يحصل فيه. انت لحقت انك تيجي هنا؟ طب تمام، هفتح هنا ديت وابدا ان انا ازود القيمه كده 6، هبدا ان انا اطلع وادخل تاني 6 برضو مفيش عندي اي مشاكل. طب ممكن ان انا اطلع وادخل على السكرين التانية مفيش مشاكل. دي كانت الطريقه الثالثه للبايندنج. طيب في حاجه رابعه. والله بص يا الافكار كتير. في طريقه رابعه، ممكن بس ان انا اوقف السطرين دول، علشان انا اول ما هو بيقرا السطرين دول اصلا بيبدا ان هو ايه، يعمل كريت انيشال للهوم كنترول. ايه الطريقه الرابعه بتقول ايه؟ بتقول لك لو انت هتستخدم تنقل من خلال جيت دوت تو، ما اكيد مش عليها لعيبه يعني، ففيها برضو خاصيه اسمها بايندنج. وبايندنج بتاخد منك مين؟ خلاص انت عرفت بتاخد منك ماي بايندنج. الايرور اللي هو ممكن يظهر لك ان انت مثلا ممكن ما تكونش عامل لها امبورت ولا حاجه، فخدها كوبي اعمل كده كنترول سي وتعالى ارميها هنا كنترول في، تمام؟ ابدا ان انت تعمل هوت ريستارت للابلكيشن وشوف ايه اللي ممكن يحصل، وهات الرن شوف كده ايه اللي ممكن يحصل عندك. اول حاجه الهوم كنترولر ما تعملوش كريت ولا انيشال، ده دي الجيت ماتيريال كنترولر عشان انا بستخدم جيت اكس كايكو سيست. فباجي كده انا اتنقل، تمام مفيش مشاكل، ممكن ان انا ازود مثلا القيمه عادي برضو. طب هطلع كام من الصفحه ديت وادخل عليها تاني زي ما هي، وبس هما اربعه بس، تمام؟ في برضو هنا فكره حلوه، لو انا جيت هنا على بايندنج وبدل ما انا بستخدم جيت دوت بوت، ممكن ان انا استخدم جيت دوت ليزي بوت. فبمسح انا السطر ده خلاص، هبدا ان انا استخدم جيت دوت ايه دوت ليزي بوت، تمام؟ هي محتاجه منك هنا الحاجه اللي انت هتعتمد عليها او اللي انت هتعمل لها انجكت يعني، هوم كنترولر، تمام؟ وبعدها احط لي هنا سيمي كولون، نفس الفكره يعني تقريبا بتاعت الدروس اللي فاتت. ممكن ان انا اعمل ديت، ممكن ان انا اتنقل من خلال دي، وممكن ان انا اتنقل بالحاجه اللي انا سايبها دلوقتي عليها اللي هو البايندنج بتاعي ماي بايندنج، تمام؟ ممكن انت تعمل هوت ريستارت للابلكيشن، خلاص اقفل دي. انا مكبر الخط يعني، خلي بالك هو الخط كبير، حاسس كان في حاجه. طب انا عارف ان الليزي بوت دلوقتي ما بتعملش كرييت ولا انيشال الا لما هي يعني لما تكون مطلوبه، ف وطبعا بتشتغل مره واحده. فلو انا جيت واتنقلت للسكرين ديت شغاله تمام، عمل كرييت وعمل انيشال للهوم كنترولر، ممكن ان انا اشتغل عادي. طب لو انا طلعت مفيش مشاكل، تعالى هنا بس وشوف اللي ممكن يحصل. استدعى الميثود بتاعت اون ديليت وعمل ديليت فروم ميموري. فاكر لما كنت بقول لك ان انا ممكن استخدم فينيكس ترو او ارمي جيت دوت ليزي بوت وتحتها جيت دوت فان، كان بيظهر لي السطرين دول. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو دخلت تاني على الصفحه دي مش هيديك ايرور، مع ان الليزي بوت تعرف المشكله بتاعتها اللي هو التنقل ما بين الصفحات، محتاج ان انا اخلي فينيكس ترو، بس هنا لا. طب هل ده هيأثر عليا؟ ممكن برضو عادي ان انت تيجي هنا وتقول لي ان انا هديك الفينكس هتبقى عباره عن ترو، مش مشكله يعني عادي. طب في هنا مشكله؟ مش مشكله يعني، مش اللي هي الحاجه الكبيره، هي الفكره بس ان جيت دوت ليزي بوت بتنسى يعني، الداتا بتضيع منك وانت بتتنقل في الصفحات، واحنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده يعني. انت لو جيت هنا وخليت الداتا كده 5، تمام؟ اطلع وادخل، داتا صفر اتمسحت معاك. وتقدر بقى ان انت ايه تشتغل بالاربع طرق اللي احنا اتكلمنا عليهم يعني. الطريقه الاولانيه اللي هي بتبقى في قلب الزرار اللي انا بديله البايندنج وانا بتنقل مثلا بتو او باوف او باي حاجه، امسح انت الكلام ده وقول لي جيت دوت تو تو نيم، تمام؟ هديك مين؟ انا هديك الكاونتر، يعني اعتقد ان انا هكون كتبتها صح يعني، كاونتر سكرين، تمام؟ وابدا ان انت تعمل لي هنا سيمي كولون. ممكن برضو انت تيجي هنا وتقول لي جيت دوت تو نيم، انا عايز اديك مين؟ عايز اديك الكاونت، ده الاسامي بتاعت الصفحات، تمام؟ ولو رحت هنا للمين هتلاقي اسامي الصفحات دي اصلا انا مديها بايندنج مين؟ ماي بايندنج، تمام. ابدا ان انت تعمل هوت ريستارت للابلكيشن، ادخل بقى كده على الصفحه وابدا ان انت تزود مثلا في القيمه بقت 4، اطلع وادخل تاني، المفروض ان هو ما حصلش مشاكل، ما حصلش مشاكل، بس الداتا اتمسحت مش مشكله. لو رحت برده للسكرين الثانيه هلاقي نفس الكلام موجود. يبقى انا كده اتنقلت من خلال جيت دوت تو واتنقلت من خلال جيت دوت نيمد، وممكن ان انا اتنقل برده من خلال الانيشال. هاجي هنا وافتح السطرين دول، تمام؟ واجي هنا على السلاش سكرين، هعمل كنترول زد هنا بس اكتر من مره علشان ايه
اتنقل من خلال الانيشال وهمسح انا دي من هنا كده، وبرده هاجي هنا وامسح دي من هنا. تمام، وابدا ان انا اعمل هوت ريستارت للابليكيشن. دي الطريقه الثالثه. الطريقه الرابعه مش هكتبها، انت جرب مع نفسك. خلي بالك، اول ما انا عملت رن للابليكيشن عمل كرييت وعمل انيشال للهوم كنترولر. تمام، ممكن ان انا ادوس هنا مفيش مشاكل. لو طلعت ودخلت على صفحة تانية برضو مفيش مشاكل. ده كان شرح للبايندينج، حاجة سهلة. وكده يعتبر احنا خلصنا الديبندنس انجكشن، وهو خلاص بنحط رجلينا في اخر حتة في الاستيت مانجمنت، وبرضو هنفضل مكملين في الدورة بتاعت جيتكس. اتمنى اكون افدتك بحاجة. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.